أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. نبدأ حلقتنا ونبدأ هذه الحلقة بخبر إحراق العلم الوطني من طرف مجموعة من المحتجين والمتظاهرين بمدينة ميتس الفرنسية، وإحراق كذلك صورة الملك محمد السادس وصورة الحسن الثاني. حسب الكثير من التغطيات حول الحدث الدولية والوطنية حول الحدث، فإن هؤلاء المحتجين يعبرون عن نزعة انفصالية بالريف، وهو نوع من الاستفزازات الدائمة والغير المقبولة من طبيعة الحال. وأسوق مثالا هنا، في سنة 2003 وفي ظل الاحتجاجات والمسيرات الحاشدة للكاتالونيين بمدينة برشلونة، قام طالبان أمام الحرم الجامعي بمدينة برشلونة بحرق صورة الملك خوان كارلوس ومعها إحراق العلم الإسباني، يعني بشكل فوري. والنتيجة الحتمية أنه تم التعرف على الطالبين واعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم بتهمة إحراق العلم الوطني وإحراق صورة الملك خوان كارلوس. في أوج المعارضة الحقيقية لليسار المغربي إبان الستينات والسبعينات والثمانينات، ومع تجدر الفكر الماركسي والاشتراكي ومعارضين أفداد خارج البلاد، لم أقرأ إلى حد الساعة عن أي معارض قام بحرق العلم الوطني أو صورة الملك الحسن الثاني. علاش؟ لأنهم يعتبرون أن النضال الحقيقي يكمن في الدفاع عن الأفكار وتقديم الحجج والبراهين، ماشي بإحراق العلم الوطني الذي يمثل هوية بلد والرمز للبلاد ديال المغرب، ويمثل كذلك كيان أمة مغربية لها تاريخ وجغرافيا ولها يعني كيان، مثل كيانا كبيرا في البحر الأبيض المتوسط. الراية تمثل جميع المغاربة وتعتبر خطا أحمر لكل من قام بإحراقها، يعني ما مسألة رمز الملك والراية والبلد ككل هي مسألة رموز، علينا أن نحترمها ونبجلها ونقدرها، لا أن نكون يعني منساقين وراء أهوائنا وراء يعني ما يعني أفكار يعني زمن تكتل، زمن التكتل. الولايات المتحدة الأمريكية 320 مليون نسمة تتكتل مع كندا ومع المكسيك. الاتحاد الأوروبي 27 دولة تتكتل فيما بينهم. هذه التجزئة يعيشها فقط العالم العربي. لذلك أن حرق العلم الوطني مسألة يعني فيها لا تعبر إلا عن 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 ضحالة من قام بهذا الفعل على المستوى الفكري. في ذات الإطار يعني في صراع الأفكار وفي عالم متغير باستمرار، عالم متغير باستمرار ويبحث عن الجديد بنوع من المرونة، خطيب بمدينة تطوان وفي خطبة الجمعة الماضية قال أن المرأة لا يمكنها أن تسافر لوحدها ووجب أن يكون معها محرم شرعي، وأن الزوج الذي يترك زوجته تسافر لوحدها أو لوحدها وصفه بوصف قبيح جدا الديوتي، بمعنى رجل لا غيرة له ولا مروءة
له ولا حس له. يطرح هذا الخطيب مشكل الذهنيات المغربية المتأخرة والغير المرنة، وأسوق مثالا واضحا هنا. العلماء المغاربة خلال القرن 19 وقفوا بالمرصاد لدخول المطبعة إلى المغرب، وكانوا ينظرون إلى طباعة القرآن أنه أن هذا القرآن القرآن الكريم سيتم تحريفه، وبالتالي أوصوا بشكل قاطع أن بعدم دخول المطبعة، وبالتالي أضعوا على المغرب فرصة أن يكون أن تكون لنا أجيال من الكتاب ومن الناس يعني يتعلمون القراءة في وقت مبكر، ويعني العديد من الأشياء ونوع من التقدم. بعد مرور أكثر من 200 سنة لا زالت نفس العقليات، عقليات علماء القرن التاسع، هي عقلية هذا الخطيب ليوم الجمعة الذي يدعو أن تسافر المرأة مع محرم، رغم ما نراه من وسائل تكنولوجيا ورغم ما نراه من تقدم، إلا أن هذا الرجل يتشبث بهذه العقليات. أنتقل إلى قضية أو إلى قضية حمزة مومبيبي باطمة وصديقتها عايشة عياش والآخرون. الصحافة المغربية تقول بإلقاء القبض على عايشة عياش، وهي تصرح أنها لا تزال حرة بدبي، وأن أمن الإمارات لم يستجوبها، وأنها لم تهرب إلى تركيا، رغم أن السلطات المغربية أصدرت مذكرة دولية باعتقالها. في مسألة حمزة مومبيبي الكثير من اللغط والكثير من الكلام، وأن هذه المسألة يعني أو ما بتعرفوا بقضية حمزة مومبيبي هي مجرد مسألة فارغة لا ترقى إلى القضية، وهناك فرق كبير بين المسألة وبين القضية، وتدخل في خانة صناعة الغباء، تدخل في خانة ولا في باب صناعة الغباء كما يصفها المفكر الأمريكي تشومسكي. صناعة الغباء تقف منها ترسانة إعلامية، وهي مسألة لا جدوى من مناقشتها عوض طرح القضايا الأساسية للمغاربة كالفقر وتراجع المستوى التعليمي وتدهور قطاع الصحة والقضاء على الطبقة المتوسطة وارتفاع الأسعار والمديونية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتبعية هذا الاقتصاد الوطني للخارج. يعني تدخل مسألة حمزة مومبيبي في صناعة رأي عام غبي يتبع هذه القضايا الثانوية والهامشية والجزئية البعيدة كل البعد عن القضايا الوطنية، دون أن يفكر الكثيرون يعني في القضايا الأساسية والمصيرية للمغاربة. أن يلقى القبض على عايشة عياش أو دنيا باطمة هي مسألة محدودة لا في الزمان ولا في المكان، وليس لها تأثير كبير على جزء كبير من المغاربة، وفي نهاية المطاف لا تمثل هذه المغنية لا دنيا باطمة ولا هذه المصممة إلا يعني نفسيهما، وأنهما لم يحترما القوانين وتعالى على القوانين، ولم يساهما يعني بفنهما يعني في تطوير النوع من الوعي الاجتماعي. يقول تشومسكي
إن أخطر الصناعات من طبيعة الحال هي فنون الإنهاء وصناعة الغباء لتخريج دفعات وأجيال يعني من الضباع، تصنع وتوجه حسب الحاجة والظرفيات. وقد يتحمز مونبيبي ويعني قد يدي الحمزة مونبيبي تدخل في هذا الإطار. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، كان معكم عبد الله الساورة، وإلى حلقة جديدة بحول الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.